كما أننا تابعنا متابعة خاصة ما يسمى ببيان القاهرة أو إعلان القاهرة الذي أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 6 يونيو حزيران الماضي أثناء تواجدكم تواجد سيادتكم في الجمهورية العربية جمهورية مصر العربية في القاهرة. ونعتقد أن بنود هذا الإعلان تتناسب مع تفاهمات برلين مع استنتاجات برلين وممكن أن تكون قاعدة للحوار الليبي تنفيذا لمبادراتكم أنتم. إن روسيا ستستمر جهودها النشيطة الهادفة إلى حل الأزمة الليبية سواء عن طريق الآليات والإطارات المتعددة للأطراف أو عن طريق الثنائي استمرارا لتواصلها مع كل القوى السياسية الليبية دون استثناء. ونعتقد زيارتكم إلى موسكو اليوم تأكيدا هاما لهذا الموقف. إن روسيا ستستمر جهودها النشيطة الهادفة إلى حل الأزمة الليبية سواء عن طريق الآليات والإطارات المتعددة للأطراف أو عن طريق الثنائي استمرارا لتواصلها مع كل القوى السياسية الليبية دون استثناء. ونعتقد زيارتكم إلى موسكو اليوم تأكيدا هاما لهذا الموقف. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتطرق إلى موضوعين إقليميين التي نعير تجاهها أهمية خاصة في إطار تشاورنا مع الزملاء العرب والمسلمين.